اتفضل. معلومات ايه؟ ان هو ماضي بيراميدز ولا ان هو في الزمالك؟ يعني اخر معلوماتك. انا اخر معلوماتي النهارده مرتضى منصور كلمني الصبح، اتكلم معايا، وطبعا بيتكلم معايا، لكن احنا مش شايفين رؤيه او اي اشاره ان سيف هيقعد في نادي الزمالك. اللي احنا كل اللي امبارح كلمته شوبير قال لي ان هو مضى في 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 نادي بيراميدز، وهو هيستقر بقاله فتره ماضي. طب ما تقول لي النادي، هو انت حتى لو انت زعلان او ما بتلعبش او حاجه قول لهم انا همشي، لكن ساعه التفاوض ما تاخروا طبعا عليه في التفاوض، دي حاجه برضك مشكله من مشاكل، كان من بدري لازم يبقى في تفاوض، بدل ما بفكر في 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 صفقه جديده لازم، يعني احنا دلوقتي عندنا حاله زي فتوح، لازم يقعدوا يتفاوضوا معاه، طالما سمعوا اشاره ان فتوح ممكن يمشي لازم يقعدوا يتفاوضوا معاه ويخلصوه ويجددوا له عقده. هو دي شطاره. طبعا انا ما استناش اللعيب لغايه ما يتهز او انديه ثانيه عايزاه وبعدين يحصل خلاف، وانا بسمع كلام ان ممكن يمشي اللعيب ده فبزعل واقوم مهاجم اللعيب، لا، انا اشوف اللعيبه مصلحه النادي فين واتعاقد مع اللعيبه. هو عموما بقاله يومين غايب عن التدريب، زي ما انا عرفت انه يومين ما بيحضرش تدريب النهارده وامبارح.